يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم السبت 29 من شعبان الموافق 4 من مايو 2019، وذلك لتلقي الأنباء والشهادات حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك من داخل البحرين أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل. لذا ترجو الهيئة ممن تكون لديهم شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارعوا بالاتصال بهيئة الرؤية لإبلاغ ذلك. مشكورا مأجورا.